ارحب بدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار. دكتور عصام مساء الخير، اهلا بحضرتك. يعني بالتاكيد هناك ملاحظات، بالتاكيد هناك بعض الشواهد او المبشرات فيما يتعلق بشكل الحكومه الجديده من حيث السياسات وايضا من حيث الاشخاص. كيف تقرؤون في حزب المصريين الاحرار هذه الخطوه اليوم؟ اهلا بيك طبعا يا استاذ عمرو، اهلا بالساده المشاهدين. خلينا اقول كده يعني ان احنا في تواريخ كده بتبقى فارقه معانا، يعني النهارده 3/7، 3/7 من التواريخ الفارقه في تاريخ مصر. الحقيقه يعني عزيز علينا جدا يعني تاريخ 3/7. ارجع بقى لمع حضرتك في الجزئيه بتاعه الرؤيه والمشاهد. الحقيقه لو هنتابع المشهد بصوره كامله هنشوف انه منذ ان تكلف فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الوزاره الجديده وضع لها تكليفات محدده. الحقيقه من المرات النادره في تاريخ مصر يكون هذه التكليفات محدده بهذا الشكل. ثم احنا كنا بنتابع فوجدنا انه في تأني في عمليه تشكيل الحكومه، لانه كان في ضمن التكليفات هي السياسات. صحيح. الرئيس المصري طالب اليوم الحكومة في اجتماعه معهم بتغيير شامل للسياسات. ده حقيقة. فاحنا بنشوف كده ان في تواكب ما بين التكليف، المدة الزمنية، ثم الاعلان اليوم. الحقيقة لما نشوف ان في دمج لبعض الوزارات، لما نشوف النهارده في استحداث الوزارات، لما نشوف في النهارده ان في 2 نواب لرئيس الوزراء، لما نشوف النهارده ان لكل وزير في نائب او 2 او اكثر من نائب او 2، نيجي بقى لتشكيلات الوزراء او التشكيل العام او يبان ملامح التغيير في السياسات. حضرتك هنلاقي ان المجموعه الاقتصاديه اولى الاولويات، ودي يعني فخامه الرئيس كمولي بها، وهي ظهرت ايضا في خطابه في 30/6 لما كان تكليفه للحكومه هي رفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري. بالتاكيد ان الجزء الاقتصادي هو جزء مهم جدا. نلاقي ان الوزارات اللي حصل فيها تغييرات جوهريه، الوزارات الاقتصاديه مثل دمج وزاره التخطيط مع وزاره التعاون الدولي ولها وجهه غير عاديه في هذا. ثم نرى ايضا انه استحداث وزاره للاستثمار. اذا في تغييرات معينه واضحه في تغيير السياسات. لو جئنا بعد كده ننتقل الى الشخصيات التي تم انتقائها لهذه الوزارات بعينها زائد الوزارات الخدميه، هنلاقي احنا واحنا بنشوف السيفيهات بتاعت معظمهم، هنلاقيها سيفيهات فعلا كما تم في مصدر الحكومه يعلن انها شخصيات وطنيه بخبرات دوليه. لما نبتدي نستعرض يعني بعض من هذه الامثله، هنلاقي مثلا معالي الوزير احمد كوشك وهو وزير الماليه، اولا متدرج في كل في الهيكل الاداري للدوله او في دولاب الدوله في وزاره الماليه بالذات. تخصصه اكثر هي السياسات الماليه. صحيح. ثم دراساته في امريكا وهارفارد وهارفارد جامعه يوركشاير في انجلترا. خلينا اقول لك ان ده بيدينا احنا احساس رائع جدا ان الاختيار حتى مش فقط في انه تم وضع السياسات، بل ايضا انا اقدر استشف واقدر اقول واحنا ممكن ده هنمسه قريب قوي، ان الاداء والاليه لتنفيذ هذه السياسات تم اختيار اشخاص اكفاء لتنفيذها، لان هناك في جزء من الخبره. هنجد ده بينطبق على معالي الوزير حسن الخطيب في وزاره الاستثمار. صحيح. انا الحقيقه مش عايز انسى يعني اسماء كثيره تم مراجعتها. بيبان لنا برضو هنا التأسيس اللي كان بيبان واللي كان أعلن فخامة الرئيس عنه زي الأكاديمية الوطنية. هنلاقي أنه مثلا معالي الوزير أحمد هنو من الشخصيات اللي هي أخذت تدريب في الأكاديمية. عايز أرجع بقى وأقول حتة أهم بقى. بالظبط كده، كوزير للثقافة. حضرتك ايضا احنا كنا دائما في فتره ما كنا يعني باتصالاتنا مع المصريين في الخارج كان عندهم مشاكل عديده بتواجههم. فحضرتك يمكن انا في اخر مداخله مع حضرتك كنت قلت ان احنا نفسنا انه وزاره الهجره تنضم مع وزاره الخارجيه، لانه في الاخر اي اليه او اداه لازم تتم من خلال القنصليات والسفارات بالخارج، وبالتالي هنا هيبقى في تناغم اكتر
وثم هناك نائب لا وزير الخارجية معني بهذا الملف بالتحديد. بالتأكيد وزارة الخارجية عندها ملفات كثيرة جدا، الدبلوماسية والملفات السياسية، ومن ضمنها أيضا في الملفات الاقتصادية. هنعلم أن على كاهلهم جزء مهم قوي في المجال الاقتصادي، في المجال التسويق السياحي، في المكاتب أو في القنصليات في الخارج. نرجع بقى للتطبيق العملي لهذا. أنا لما شفت بعض تصريحات الوزراء بعد حلف اليمين، الحقيقة أنا استشعرت بسعادة غير عادية وتفاؤل. يعني أنا منذ 3/7 الماضي أنا من اللحظات التاريخية في حياتي اللي أنا شعرت فيها بهذا التفاؤل. لما سئل هاجسكور برضو بعض عبارات صغيرة للسادة الوزراء، يعني الوزير أحمد كوجك لما تسأل في أول ما بعد حلف اليمين على السياسات المالية، فأول ما ذكر هذا قال إن إحنا التنسيق والتعاون في السياسات المالية، وأكتر حاجات أنا شفته ذكرها الحقيقة ما ابتداش أبدا بأن أنا هزود الحصيلة الضريبية، لا، الراجل ابتدى وقال إن أنا هزود، ههتم بالاستثمارات، حوافز للاستثمارات علشان أقدر أنا أعمل أدور الاقتصاد في البلد. وده فكر رائع جدا ومتطور جدا في كل الدول التي نمت وحتى المتقدمة. لما أسمع معالي الوزير مثلا شريف فاروق في وزارة التموين، لما أول ما سئل هتعمل إيه؟ قال إن أنا عايز أرفع عن كاهل المواطن فكرة ارتفاع الأسعار وسيطر على التضخم. أول جه في باله ما قالش إن أنا يعني مش ابتدى بالحل ان انا هنزل اعمل رقابه، لان الرقابه ممكن تخلق لي سوق موازي وسوق سود. قال ان انا هحاول اوفر السلع، او قال كده مش هحاول، انا هوفر السلع بالتنسيق مع طيب وزاره الزراعه. الادوات، هل ترى دكتور عصام بان الحكومه الجديده، حضرتك ضربت اكثر من مثال سواء في الماليه او جذب الاستثمار او بالتموين وتوفير السلع، هل ترى ان الادوات الان متاحه، خاصه ان هناك دعم كبير من القياده السياسيه للحكومه الجديده، كيف ترى الادوات الان بين ايدي الوزراء الجدد؟ الحقيقه طالما أنا شايف إن في رؤية واضحة وإن في استراتيجية موجودة وأدوات تنفيذ، ثم تم اختيار الأشخاص المناسبة ليها، هي دي أكبر أداة أستطيع إن أنا أقول لحضرتك عليها إنها من الأدوات القوية وتنبئ دايما بالنجاح. وأنا بستشعر إن إحنا هنشعر بهذه النجاحات بتاع الوزارة. أنا بشوف إنها وزارة كم متميزة فعلا في تاريخ مصر. والايام دي من الاصل دايما بيقولوا ان المخرجات بتتباع لما نشوف المدخلات بتاعتها. انا بشوف هذا التنظيم وهذا التنسيق في مع هذه الوزارات بهذا التشكيل الحقيقه شيء رائع جدا. انا ما اتكلمش مع حضرتك على تصريح الدكتور اسامه القوصي وزير الاوقاف، الحقيقه يعني الحقيقه يعني حضرتك بتتحدث عن دكتور اسامه الازهري؟ أسامة الأزهري وزير الأوقاف. نعم. أنا آسف. لا خالص. أنا آسف. لما قال إنه في الخطاب هيكشف أيضا من ضمن الأشياء المهمة في الخطاب الديني هو بناء الشخصية المصرية. صحيح. وخلق شغف للعلم. خلق فكرة شغف التنوير. تحدث عن فكرة التنوير. الشخصية السوية بالظبط، وهذا ما كنا نفتقده. يعني وده اللي بنقوله. اذا من ضمن التكليفات، لو رجعنا بحاول اربط مع حضرتك والساده المشاهدين، نعم. التكليفات مع صحيح. الاشخاص مع التصريحات، صحيح هناك تناغم يبدو من ادوات، فهناك تناغم وهناك تنسيق، ودايما بنشوف النتائج في المراحل نفسها. اكيد يعني انا شايف ان في كل مرحله بتدي نتيجه اعظم في المرحله اللي بعدها. يعني ان شاء الله يعني هناك دفع التفاؤل وشعور كبير بالتفاؤل نستشفه قطعا من حضرتك كواحد من اكبر رؤساء الاحزاب في مصر، حزب المصريين الاحرار، كذلك في الشارع، في الاكاديميين كانوا معنا قبل وجود حضرتك. كان دكتور عصام خليل، اشكرك شكرا جزيلا لوقتك. يعني دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، شكرا جزيلا لحضرتك.